السلام عليكم، مساء الخيرات. Final Talks of Practical Exam Second Version. Station 1. Identify picture. هل دي chips؟ هو احنا الصورة، يعني انا بفضل نبص على الصورة وكان جاي وبشوف الاجابة بتاعتي في الاختيارات ولا لا. فدلوقتي الصورة دي احنا حافظينها باسم Body Packers، لقيتها في اختيارات فحاضر. The agent used in gut detoxification is، عشان اعمل detoxification واخرج الباكرز دي لان هي all along the intestine، هدي ايه؟ هدي polyethylene glycol اللي هو المستخدم في wall bowel irrigation. Station 2. Cannabis poisons are preferred to be tested by the test in the picture for the reason of. هو السؤال ده مش معانا صراحة في البراكتيكال تيست اللي قدامنا ده، ده يورين تيست، يعني ده يورين سامبل. اوكي، الكنابس ليه بعمل له يورين سامبل؟ هو مش معانا نظري، بس لمعلومة يعني لا قدر الله، هو الكنابس بيتم تخزينه في الليبيدز، يعني هو بيحصل له accumulation في الليبيدز. هندور على المعلومة دي هنا. Having an anterior hepatic circulation. Stored in adipose tissue. Yes. Although this test is useful, it can be diluted, substituted, alterated ولا أول. هو دلوقتي احنا من ضمن الحاجات اللي هي أساسا، يعني الحمد لله الدكتور قاعد مركز عليها، بس دلوقتي اليورين تيست مشكلته ان هو ممكن يتبدل، يتعدل، حد يضيف عليه، حد يشيل منه الجو ده، فهو قابل للتعديل، للاستبدال، او للتخفيف باي مخفف يعني، فبالتالي اول، ودي اساسا كانت disadvantage. هي السلايد دي بصراحة يعني ما بقتش مهمة. Station 3. Name the metal in picture. دلوقتي ده Rinesh test. الرينش تيست هنا detecting ايه؟ هي أداة مش spots، محدش يقول دي spots. اوكي، هي أداة مش spots، يبقى arsenic. Can it cause the condition below؟ يعني ممكن ده يعمل دي؟ طيب هو أساسا ايه الصورة دي؟ الصورة دي بتاعت ال lead lines اللي هي ال accumulation of lead في الجوينتس. هل ده lead أساسا؟ لا. Station 4. وبرضو أنا ما غيرتش لون بتاع الأبيض وأسود علشان ما أكتبش على كل أنبوبة لونها، فدلوقتي دي violet يعني الحمد لله لقيت لها صورة واضحة. The test type، يعني احنا عدنا نشوف اللون، وهي أساسا بيقول the test type is screening ولا confirmatory. هو أصلا التست ده اسمه color test. التست ده هو والتست التاني الرينش الاتنين دول screening. اوكي، نيجي بقى السؤال وراء. Other tests from the same type، يعني other screening tests، حطيت لي الامت، الرايا، والTLC، ولا كلهم؟ هما كلهم كانوا screening tests. Station 5. Name active principle found in this plant. فين البلانت؟ اهي دي اللي هي البابا برسومنيفرين. بنطلع منها ايه؟ بنطلع منها الاوبيوم وليس الاوبيويد. اوبيويد هي اي حاجة اويد معناها شبيهة لي، سواء بقى كان سيثيتك، كانت حاجة في الحقيقة تشبه الاكشن بتاع الاوبيوم. المهم اللي طالع من البابا برسومنيفرين هي التفاحية دي الاوبيوم. Are these pictures acceptable for signs of toxicity؟ عندي هنا constricted pupil، وعندي هنا hypothermia. okay، hypothermia. هل الاثنين دول كانوا من ال signs بتاعت التوكسيستي، او واحدة فيهم يعني من ال signs بتاعت التوكسيستي الاوبيوم؟ ايوه كانوا من ال signs. انا كنت هرسمها المورفين يعني، بس هي عموما الاوبيوم توكسيستي بيعمل لي فعلا pupil constriction و hypothermia، فاختار both. Station 6. What is the function of the drug in the picture؟ فين الدرج؟ ايبيكاك سيرب. طيب هل هو purgative، emetic، anti-inflammatory ولا اول؟ هذه اقرب للشابتر الجنرال النظري. الايبيكاك انا اساسا كنت بستخدم الميزة الوحيدة اللي عنده اللي هو emetic، يعني inducing vomiting، فهو الدرج ده emetic. It can't be used in which toxicity؟ هو هنا في دي، يعني دي A B C D. اوكي، هم اربع اختيارات. عندي اول صورة كيروسين، واحد هيبلع كيروسين، تاني صورة طفل لسه بيزحف، تالت صورة كوما. دول التلاتة اساسا كونترا انديكيشن، ماشي؟ يعني انا عمري ما هدي واحد في كوما اقول له اصحى معلش يعني عشان تشرب ايبيكاك عشان to induce vomiting، ولا واحد شارب كيروسين عشان ابوظ له الدنيا اساسا، يعني الكيروسين دخل ولع الدنيا هيخرج يولع الدنيا برضو بالvomiting. ولا تشايلد لسه ما عندوش الابيليتي او اللي هو الريفلكس of vomiting، لسه ضعيف، فبالتالي قول ولا واحد هستخدم معاه سيروم اوف ايبيكاك. وتم بحمد الله.